معقولة يا دندونة لسه في السرير ده حد دلوقتي يا حبيبتي؟ يلا قوم بلاش جلع. متقلقيش عليا يا ماما، أنا كويسة. أنا مش قلقانة عليكي أبدا، أنا متأكدة إنك أنت كويسة أوي، متأكدة كمان إنك أنت هتبقي مبسوطة أوي أوي في شرم الشيخ. إيه ده يا ماما؟ إحنا هنسافر؟ أنا برتاح أوي في شرم الشيخ. وعندي مفاجأة تانية، دادي مسافر معانا مخصوص شرم الشيخ عشانك أنت. مش معقول، أكيد عنده شغل هناك. ليه يا حبيبتي؟ ده ما عندوش أغلى منك أبدا. ألو، أهلا يا مايسة، إزيك يا حبيبتي؟ الحمد لله أنا كويسة أوي. لا يا مايسة شوفي بقولك إيه، لا اجتماعات ولا جمعيات ولا لقاءات ولا أي حاجة، أنا بجهز نفسي عشان رايحة شرم الشيخ. طبعا عشان عيون دندون. بقولك ايه يا مايسة، ما تحاولي تيجي معانا. اخص عليكي، ما انت عارفة القرية كلها تحت امرك. بقول ايه يا جلجل، الولاد زهقانين وعايزين يروحوا كام يوم شرم. لا 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 لا، انا مشغول اول يومين دول. مشغول؟ مشغول بقى لعم حسنين؟ طبعا بعم حسنين وحاجات تانية كتير. طب والاغنية دادي اللي هتصورها في شرم؟ لا خلاص يا ماما هأجلها. ليه بس يا جلجل؟ بصراحة يا دادي احنا خايفين. خايفين من ايه؟ من العصابة اللي قتلت عم حسنين. خلاص سميتوها عصابة يا ماما؟ طبعا طبعا عصابة، امال اللي حصل في الفيلا ده كان معناه ايه يعني؟ يا حبيبي انا عايزك تطمن، البوليس شايف شغله، وانا كمان متكلم بوليس سري يتابع الموضوع. المهم يا بابا، المهم احنا عايزين نسافر شرم الشيخ. من فضلك يا دادي بقى عايزين نسافر. خلاص يا حبيبتي انا هتصرف. هتتصرف في البيت ولا في الشغل؟ في الاثنين يا نونة، الاثنين، والاثنين هيمشوا في خطين متساويين. استريحتي. اقولك ايه؟ ها؟ ما تيجي تشوف الخبر ده. خبر ايه؟ خبر حلو قوي. المخرج محمد سعيد عبده يعلن عن حاجته لوجوه جديده للاشتراك في مسرحيته الجديده على مسرح في الاسكندريه. يا ابني يا حبيبي محمد عبده ده، محمد عبده ده اساسا مطرب مش مخرج، ما تجننيش يا عم. مكتوب محمد سعيد عبده، اكيد ابن عمه ولا حاجه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ بص تركز معايا، افهمني، ركز انت، انت ركز معايا. احنا هربانين، انا هغرق، هربانين من البوليس. افهمني يا ابراهيم. هربانين من البوليس، يعني لو حد كشفنا هنروح في 60 داهيه. كان ممكن، بس هنعمل ايه؟ منه لله حسنين البواب بقى هو اللي ودانا في 60 داهيه يا عم. ولا لا معادي نخش عادي المسابقه، واذا نجحنا يبقى قشطه. ها ساعتها نقرر بقى هنكمل معاه ولا لا. يعني البراعة دي بالنسبة لبدوي ولا هو زمايله؟ يا أستاذ أنا ما عنديش تقسيط، أنا البراعة عندي بتشمل الجميع، يعني مش هحبس واحد وأطلع التاني. أيوة أيوة، يعني بدوي هيخرج إمتى؟ هي الساعة كام دلوقتي؟ ألو؟ أهلا أهلا يا ابني، إزايك؟ أيوة. إيه؟ أبوك طلع براءة؟ ألف مبروك يا ابني، ألف مبروك. أهو شفت حضرتك براءة. ألو مين؟ أخوك خد إعدام؟ معلش بقى نصيبه. اطمن يا أستاذ أنا هدفع عنك أي ضرر. أنا مش متضرر من حاجة يا أستاذ. أمال جايلي ليه يا أخويا؟ الدكتور قدامنا في الشقة اللي قدامنا. دكتور إيه يا أستاذ؟ أنا صحتي كويسة زي البومب. أنا تعبان علشان الأولاد دول، الأولاد دول موهوبين ودي مسؤوليتي، وأنا قررت أتبناهم. أرجوك يا أستاذ نتفق على أتعاب. يا أستاذ أتعاب إيه؟ ما بين الخيرين حساب، دعني أعمل في صمت وبعدين أنت هتقدر أتعابي. شوف يا متر، أدي 5000 جنيه تحت الحساب، واعتبر قضية بهيرة وشريف وابراهيم وبدوي قضيتي أنا شخصيا. وقضيتي أنا كمان يا أستاذ، بس أقابل بدوي وأعرف منه لغز القضية، وأدام عرفت اللغز يبقى البراءة في جيبي. تعرفوا إن ليكوا وحشة كبيرة قوي. أكيد أنتوا بقى تعبتوا عبال ما لمتولنا القرشين. نتعب نشقى، ده احنا نعمله اي حاجه عشانكم يا جدعان.
بقول لك يا جودة، صحة عم زكي عاملة ايه؟ عم زكي المهم انا كنت انت بتغير الموضوع ليه؟ اكيد الراجل ده تعبان صح؟ هو بعافية حبتين. لا اللي بتفكر فيه ده ما ينفعش، لا يمكن يحصل، اكيد بيت عم زكي متراقب. مش مهم، بس لازم نزوره، يعني لازم نزوره. المهم دلوقتي انتوا ناويين تعملوا ايه؟ المهم دلوقتي نلاقي القاتل الحقيقي. طب القاتل الحقيقي ده هتلاقوه ازاي؟ مش عارف، بس لازم نلاقيه. استاذ شربجي، انا مش قادر افهم لغايه دلوقتي سر اهتمام المخرج جلال ابو المجد بالولاد دول. جلال بيه مخرج ذكي، وانا مقتنع بوجهه نظره. يعني انت شايف ان الولاد دول ملهمش علاقه بالقتل؟ طبعا ملهمش اي علاقه. طب وليه هربوا؟ لاسباب عديده، منها مثلا انهم بيدوروا على القاتل الحقيقي علشان يثبتوا براءتهم. متهم بدل سلطان يا فندم. تعال يا بدو. المخرج جلال ابو المجد كلف الاستاذ الشربجي المحامي الكبير انه يدافع عنك وعن زمايلك الهربانين. متشكرين يا باشا. انا مسعد الشربجي، محامي بالاستئناف العالي ومكلف زي ما قال لك حضره الضابط بالدفاع عنكم. اهلا وسهلا يا باشا. شوف يا بدوي، انا عايزك تثق فيا، انا المحامي بتاعك. انا قريت القضيه بتاعتكم، بصراحه موقفكم صعب جدا، لكن لو حكيت لي كل حاجه بصراحه في امل كبير جدا في البراءه. صحيح يا باشا. صحيح يا بدوي. يعني انت اللي مكلف حضرتك بالدفاع عننا ابو المجد ده؟ جلال بيه مؤمن بيكم وببرائكم وبفنكم، ومؤمن بان الفنان لا يمكن يكون مجرم. ايوه صح مظبوط يا باشا، هو ده الكلام، كلام سعادتك مظبوط 100%. قول لي بقى يا بدوي. اقول لك يا باشا، انا عايزك تحكي لي كل حاجة عنك وعن زملائك. أنا مبسوط قوي من حكاية المسرح والتمثيل دي. هتقول لي تمثيل؟ تمثيل إيه؟ ما طلع صامت. صامت. وماله يا ابني؟ ما أنت لازم تطلع السلم الأول. تفتكر كده؟ أيوة يا ابني، أنت فاكر كل الفنانين العظام بتوع زمان تعبوا وعانوا واشتغلوا كومبارسات كتير في أعمال كتير، ما تبصش للفنانين الشبان بتوع كام سنة الأخرانيين دول اللي بيطلعوا أبطال فجأة دول، لأ لأ، خصوصاً البنات الحلوة وشوية شباب. يعني في أمل عم زكي؟ أيوة يا ابني أيوة. ولعلمك بقى، الشهرة والفلوس لو جاتلك من غير تعب مش هتحس بلذتهم ولا هتقدر تحافظ عليهم. يعني كده بقى صدق المثل اللي بيقول اللي يطلع بسرعة ينزل بسرعة. صح يا ابني صح. قوم يا ابني قوم انزل انت، انا قلقان عليك. انا عايزك تنزل تفتح المحل بتاعك وانت هتبقى زي الفل. الحمد لله انا اطمنت عليك، كنت خايف قوي اموت من غير ما اشوفك. مش كده، شر بره وبعيد، ان شاء الله هتبقى زي الفل. يا خالتي اني مش ضيفه، معقوله تتعبي نفسك؟ لا يا اختي لا تعب ولا حاجه. اني خايفه قوي يا نادي، خايفه وقلبي مقبوض. ان شاء الله خير يا خالتي. خير منين يا بنتي؟ خير منين واني شايفه بنتي بتضيع من ايديا، والواد طلبه بيقول لي قال ايه؟ انها بعد الشر بعد الشر هتاخد اعدام. فاشر اعدام؟ اعدام ده ايه؟ ان شاء الله هو يا خالتي. بقولك يا خالتي امان عليكي، اوعي تقولي له مكانهم فين، احسن يبلغ عنهم البوليس. ايوه اتاريه كل يوم والتاني طالع لي يسالني عنهم ويجيب لي معاه حلويات. خالتي اني مش مطمنه لعمايل طلبه دي. بس ده بيحب بهيره يا بنتي. بيحب بهيره وفي نفس الوقت بيكره شريف ونفسه من عينه يبلغ عنه. وإذا ده حصل يا خالتي بهيرة هتضيع وياه. والعمل إيه يا بنتي؟ نوريني يا نادية، أنت بسم الله ما شاء الله نصحة زي أمك. أنا هقولك يا خالتي، أول ما طلبة يجيلك تطرديه على طول.
وبيتاخدي منه أياتها حاجة. ده بيحب بنتي ونفسه منى عينه يطلقها من شريف ويتجوزها هو. يا خالتي ده كذاب، ده عايز يودي بهيرة وشريف لحبل المشنقة. شريف بس، إنما بهيرة لا، ده بيحبها وياما حيفي وراها ومستنيها لحد دلوقتي. يا خالتي ده راجل تلفان، ده فسدان، اوعي تصدقيه. وانا اللي كان نفسي اجوزه البهيرة بقى بهيرة المتعلمة اللي واخدة الثانوية العامة تحب ده؟ ده ما يعرفش الالف من كوز الدرة. حق بطلوه ده واسمعوه ده يا ولاد. ما هو شريف المتعلم اهو مبهدلها معاه في البلاد، ومحدش عارف، محدش عارف اخرة مشوارها ايه. خير ان شاء الله خير يا خالتي، بكرة يرجعولنا بالسلامة وربنا هيظهر الحق ان شاء الله. يسمع من بقك ربنا. عارف يا شريف انا ما نمتش طول الليل، كنت عماله نحفظ بدور نعيمه. وانا كمان كنت برضو بحلم بدور حسن. نفسي اعمل مسرحيه كبيره كده. المسرحيه دي مكتوبه حلوه قوي على فكره. وانا بنقرا كنت حاسه ان هي بتتكلم عن حبي وحبك، وانا بنبيع الفريسكا كنت بنحلم بالدور. افتكر يعني بعد ما نلاقي القاتل يعني ممكن يمثلوا مسرحيه كبيره زي دي؟ ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيثبت براءتنا وندور على القاتل ده ونجيبه من تحت تقطيع الارض. ما هم بهدلنا ومرمطنا معاه اهو. انا مخنوق قوي. لا في ايه يا شريف، مالك انت متشائم ليه؟ فك 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 فك. بصراحه يا جلال انا مش مستريحه ولا مطمنه لتصرفاتك اليومين دول. شغل وحدك مني قوي. شكلك كده بتغير عليا، ولعلمك دي ظاهرة غير صحية، لازم تشيل الفكرة دي من دماغك. هو أنا يا حبيبتي بقيت جلالة أبو المجد إلا بسببك؟ بسببي أنا؟ إزاي؟ مش بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة؟ آه كل بقى علي حلاوة يا أخوي. آه كلام، أنا بقى مش شايفة كده. معقولة يا لنة؟ مين اللي بيراعي حياتي؟ مش أنتي؟ مين اللي مهتم بالأولاد؟ مش انتي؟ مين اللي مجمل كل حاجة في البيت؟ مش انتي؟ مين اللي مخلي دماغي هتنفجر وتطق وتولع؟ ها؟ قصدي تتوهج تبدع. يا نونة يا حبيبتي أنا من غيرك ما كنتش هبقى جلال أبو المجد. طب وأنا فين بقى في حياة جلال أبو المجد؟ انت كل حياتي يا حبيبتي. معقوله؟ ده انت الدنيا كلها، ده انت عمري ودنيتي ورحلتي. من حق اغير عليك يا جلال. من حقك يا حبيبتي، من حقك، بس انا ما احبش دي تبقى حاله مرضيه. معقوله؟ معقوله يا نونة اضحي بيكي؟ اضحي باجمل عيش في الدنيا؟ خلاص مش هغير عليك تاني. والمفاجأة جميلة، أنا هاخدك ونروح شرم الشيخ. بجد يا جلال؟ مش ممكن، مش معقول اللي بيحصل ده. كل يوم تأخير، كل يوم تأخير. إيه يعني؟ مفيش احترام ليا ولا إيه؟ طب بلاش أنا، مفيش احترام للفرقة، مفيش احترام لتقاليد المسرح. هعمل إيه بس يا أستاذ؟ انا عندي اقتراح اقوله لحضرتك. ها؟ ان احنا ناجل اسبوع لغايه ما نلاقي بطل وبطله تانيين. ناجل ايه اسبوع؟ لو انا سمعت كلامك ده معناه انهم كسروني وانا ما حدش يكسرني. بقول لك ايه، انا هعمل البروفا جنرال النهارده في ميعادها وهفتح بكره في ميعادها. والكلام ده يحصل بس ازاي يا استاذ؟ انا هقول لك ازاي. الاستاف كله جاهز؟ كله موجود يا استاذ. قصتي تمام. تمام يا استاذ. مين فيكو حافظ دور نعيمة ومين حافظ دور حسن؟ حسن يا فندم. قصدي حافظ دور نعيمة كويس قوي. حافظ دور نعيم؟ ايوه استاذ. طيب ومين حافظ دور حسن؟ انا باشا. انت؟ ايوه. انت وهي؟ بس على فكرة باشا انا عايز اقول لحضرتك حاجة بس قبل. انا معجب بكل المسلسلات اللي حضرتك بتخرجها. المسرحيات اللي حضرتك بتخرجها. انتوا مين بقى؟ انتوا مجاميع. انتوا ايه؟ مجاميع. بنسميكوا عندنا كاف صاد كومبارس صامت. انتوا جايين تعملوا ايه؟ طيب بس حضرتك ما تتنرفزش، بس ادينا فرصه. احنا وجوه جديده وانت صانع النجوم الجداد.
وبعدين يا باشا احنا يعني لقيناك هتتكسر قلنا يعني نيجي يعني ننقذ الموقف يعني. والله يا باشا احنا كل يوم الصبح كل يوم نسمع لبعضينا من غير فطار. حسن ونعيمه نعيمه حسن ونعيمه. على فكره يا استاذ انا بشوفهم كلهم بيمثلوا الدور ده وبيمثلوا كويس قوي. ايه بتشوفهم كلهم بيمثلوا؟ انت مين؟ انت بابينه محامي ولا ايه؟ ما نعرفوش. طب ارجع يا حبيبي ورا، ارجع ورا. شوفوا بقى انتوا حظكم حلو، ونظرا للظروف اللي انا فيها وربنا اعلم بيا هعمل بيكم بروفا جنرال النهارده، ولو طلعتوا كويسين بعد التيست اللي هعمله لكم هفتح بيكم العرض بكره. يا جلال انت مش اتفقت معانا انك هتسافر معانا شرم الشيخ؟ يا لونا يا حبيبتي المخرج اتصل بيا واكد عليا لازم احضر اول يوم. بس انت معاك الدعوه بقالها اسبوع وقلت مش هتحضر عشان تسافر معانا شرم. رجع اتصل بيا تاني وقال لي يا استاذ لازم تحضر اول يوم، انا بقدم وجوه جديده ولازم تشوفهم. طب واحنا مالنا بقى ومال وجوه جديده؟ لا 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 لا، دي رسالتي يا حبيبتي، رسالتي ان انا اقدم وجوه جديده، فاهمه؟ فاهمه على ايه رسالتي؟ طب بقول لك ايه جلجل، طيب ما تسافر معانا كام يوم شرم وبعدين نرجع احضر المسرحيه ما هي قاعده. يا حبيبتي لازم اكون موجود، دي تقاليد مسرحيه يا نونا. غنينا والنبي يا سي حسن، غنينا غنينا كده معانا غنيه وحلوه قوي النبي يا سي حسن. ايوه والنبي يا سي حسن. حاضر. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، ليله من ذات الليالي، رمش عينه، كنت خالي وقلبي خالي، رمش عينه، فات عليا الحلو الابيض. سي حسن. طب اسبقوني انتوا لعبوا فيديو جيم وانا جاي لكم على طول. ماشي يا سي حسن. وحشتيني يا نعيمة. ازيك يا سي حسن؟ وحشتيني قوي يا سي حسن. انت كمان وحشتيني. بس حمدان ابن عمك انا سمعت انه كان عندكم في البيت امبارح وقدم لك الشبكه. ما يقدم الشبكه، انا مالي؟ ما بنحبوش وابويا هو اللي رايده. ما انا عارف ان ابوك هو اللي رايده، اعمل انا ايه؟ المهم انا يا سي حسن بنحب مين وقلبي قلبي رايد مين؟ قلبك رايد مين يا نعيمة؟ يعني ما انتش عارف؟ رايدك انت يا سي حسن، انت يا سي حسن. بحبك يا سي حسن، بحبك يا سي حسن، بحبك يا سي حسن. بحبك بحبك. سحبه. أنسة وفاء، أنا اضطريت أستدعيكي لأني معرفتش أقابل جلال بيه. معلش يا فندم، أصل جلال بيه مشغول قوي الأيام دي. يا ترى حضرتك بعد مقابلتك لبدوي وصلت المعلومات جديدة وصلنا للبراءة؟ براءة؟ كده مرة واحدة براءة؟ هو لعب عيال؟ في جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد يا أنسة. قتل مع سبق الإصرار والترصد؟ لا 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 لا، أنا لازم أقول لجلال بيه يبعد عن الأولاد دول، وحضرتك كمان وأنا كمان. بس
مفيش دليل لغاية دلوقتي إنهم قتلوا. يعني حضرتك عرفت الكلام ده من بدوي؟ بدوي؟ الولد بدوي ده ولد خطير جدا، بالرغم من إن أنا مفهمتش أي حاجة منه مفيدة أو غير مفيدة إلا إني هدفع عنه أي ضرر. يا أستاذ يا أستاذ، جلال بيه دلوقتي عايز يعرف موقف الولاد دول إيه بالظبط. بالرغم من إن أنا ما استفدتش حاجة من مقابلتي البدوي ده إلا إني هدفع عنه أي ضرر. يعني أطمن جلال بيه؟ بصراحة بدوي وزملائه موقفهم سيء جدا، بس أنا هطلعهم زي الشعر من العجين وهدفع عنهم أي ضرر. طب ما تطلعهم، طلعهم بقى يا أستاذ عشان جلال بيه يكتشفهم. يكتشفهم؟ أنت كمان هتكلمين عن الفن؟ مش كفاية بدوي عمال يتكلم عن الفن؟ اسمعي، خليهم يسلموا نفسيهم وأنا أطلعهم براءة وأدفع عنهم أي ضرر. يعني حضرتك شايف إن الولاد دول ما قتلوش حسنين البواب؟ ويا بنتي لو كانوا حتى قتلوه، أنا هطلعهم براءة وأدفع عنهم وعنك أي ضرر. عني؟ وأنا مالي، أنا مش متهمة في أي حاجة. حتى لو كنت متهمة يا بنتي، أنا أكبر محامي نقض متخصص في جرائم القتل، وحياتك لا أدفع عنك أي ضرر. ممكن نسأل المخرج الكبير جلال أبو المجد كمان سؤال؟ اتفضلي يا أنسة. رأي حضرتك فيهم إيه من ناحية الفنية بعد ما شفت الشريط؟ الأولاد دول موهوبين وعلى كفاءة كبيرة قوي، وأنا بعد ما شفت الشريط أنا شخصياً متحمس لهم جداً. طب يعني حضرتك ما لاحظتش عليهم أي ملامح إجرام ولا حاجة؟ إجرام إيه يا أنسة؟ دول يظهر ولاد ناس طيبين جداً جداً. عندك مثلاً شريف ده ملحن ومطرب جميل، بهيرة نجمة استعراضية هايلة، إبراهيم الشاعر ده شاعر متمكن. على فكرة الأولاد دول لازم نتبناهم، لازم يبقى في جيل جديد. طب وبدوي؟ بدوي ده ضابط إيقاع متمكن، مشروع ممثل كوميدي كمان جميل. أنا قلت له الكلام ده ما صدقنيش، لكن من خلال البرنامج الجميل ده أنا عايز أقول لهم نداء رجاء، بقول لهم سلموا نفسكم للبوليس وأنا قومت لكم محامي كبير جدا، وبإذن الله بإذن الله لما تطلعوا براءة هتلاقوني مستنيكم، ومستنيكم أيضا عمل فن استعراض كبير. بقول لكم يا جماعة بصراحة بقى، الكلام اللي قاله الأستاذ جلال في التلفزيون كلام حلو قوي في حقكم. أنا شخصيا مصدق الراجل ده. يعني إيه يا شريف؟ أنت عايزنا نروح نسلم نفسنا للبوليس؟ طبعا لا، عشان ممكن يبقى جلال ده متفق مع البوليس. في الواقع وفي الحقيقة ومن وجهة نظري أعتقد أنا قلبت الموضوع من أدنى الأقصى على المستوى الأفقي والمستوى الرأسي، لقيت إن مفيش إنسان يعني عاقل يودي نفسه الحبس. إيه ده خفة الدم دي؟ إيه التعامة اللي أنت فيها دي؟ يا بنتي ما قلناش تيجي معانا، قلنا ما تجيش معانا، وبتدلعيها ليه؟ اسمه السجن. بقول لكم يا جماعة، أنتوا تفضلوا قاعدين معايا هنا لغاية لما تثبت البراءة، وما تقلقوش لو كان على التنكر هنكركوا في أربع شباب زي الورد. ايوه بس اللي اسمه حمامه دوت واللي زيه لو شموا عننا خبر هيبلغوا عننا. ما تقلقش، الواد حمامه ده متربي هنا ما يقدرش يفتح بقه، ده انا اضمنه برقبتي. على طب وانت ممكن تشغلينا ايه؟ تشتغلوا ايه؟ تشتغلوا ايه؟ انت ونوادر تشتغلوا معايا في القهوه، وشريف وبهيره هشغلهم تبعين على العربيه نقل. تعرفي انها فكره حلوه قوي، صبيان قهوجية وتبعين على العربية، بالطريقة دي عمر البوليس ما هيرجع لنا هنا تاني. وانا بقى كده من رأيك يا ست بهير. وانا على حسب علاقاتي واتصالاتي الواسعة متأكد ان احنا في امان، لان البوليس دلوقتي بيدور علينا في اسكندرية. ازاي الكلام ده؟ انا نقولك، واحنا في اسكندرية نوادر كلمت امها في التليفون، وطبعا البوليس مراقب التليفون بتاع ام نوادر،
زمان البوليس دلوقتي بيدور علينا في اسكندرية. أنا عايزك تعيد لي الحتة الأخيرة دي مرة تانية ونسمعها بتركيز مع بعض كويس. تمام يا فندم. ياما أني اتجوزت إبراهيم على سنة الله ورسوله ودلوقتي أنا في أسوان. يا دي الحوسة، يعني بيني وبينك بلاد يا ضنايا. ما تخافيش عليا ياما، خدي بالك بس أنت من نفسك ومن أبويا، ولو تقدر يعني تروحي لمبهيرة يبقى كتر خيرك. ما تخليه يسلم نفسه يا بنتي هو وصحابه، يعني هم أحسن من أخوك بدوي. ده أنا يا حبيبتي قاعدة زي اليتيمة من غيركم. الكلام ده كويس قوي. تقدر تقولي بقى المكالمة دي جات منين بالظبط؟ المكالمة دي من كامب شيزار يا فندم. هايل، كامب شيزار. ايه رأيك يا مجدي؟ صلاح بيه، انا هعمل مسح شامل لكل اسكندرية فورا. مش كفاية، انا عايزك تقفل مداخل ومخارج اسكندرية كلها ودلوقتي حالا. مش عايز العيال دي تخرج من اسكندرية بأي شكل. انا هدي اشارة حالا سعادتك بكل التعليمات دي. كويس، انت كمان يا مجدي لازم تبقى مستعد عشان هتنزل اسكندرية. تخيل سعادتك، الناس ما لهمش كلام اللي على جلال ابو المجد، والعيال دول المتهمين بقتل حسنين البواب. هو جلال ده قال ايه؟ طلع في برنامج تلفزيوني يقول لك ان العيال دول فنانين كبار قوي وان هم مش ممكن يكونوا قتلوا حسنين البواب. الله يرحمه عم حسنين، كان راجل طيب قوي، هو اللي سابنا ونزل مصر عشان يقعد جنب اخوه. سبحان الله، زي ما يكون كان رايح لقضاه. يا وليد الاعمار بيد الله، كل حاجه محسوبه بالدقيقه والثانيه. بس جلال ابو المجد شاغل نفسه قوي بالعيال دول. تفتكر ان العيال دول هم اللي قتلوا ام حسنين فعلا؟ اكيد، والا لغايه دلوقتي ما سلموش نفسهم للبوليس ليه؟ انا عندي احساس كده ان جلال ابو المجد ده هو اللي قتل ام حسنين. هيقتلوا ليه؟ وبعدين انا مش عارف ايه حكايه العيال دول والجوابات والاظرف والعناوين اللي سابوها على مكتب جلال ابو المجد. ده كله من صنع جلال عشان يبعد الشبهه عن نفسه. انا حاسس ان هو اللي قتل عم حسنين، واكيد ليه علاقه بالموضوع ده. وبكره تقول العزيز قال شاسته جمعه. شكرا اخويا. يا ماهر يا مفتاح. ايوه يا معلمه. فين مفتاح؟ اهو اهو. دول بقى استا جمعه التبعين اللي كلمتك عليهم، ماهر ومفتاح. من عينيا يا معلمه، اعتبريهم اشتغلوا خلاص. يلا يلا انت وهو، كل واحد يروح ياخد جردل وتغسلوا العربيه غسله نظيفه. انتوا لسه واقفين؟ لا مؤاخذه، يعني الجردل دي فين يا هندسه؟ في الكابينه. يلا زعل ايه؟ زعل ايه دلوقتي انت؟ انت بتقول ايه يا لامد انت؟ جراست جراست في ايه؟ ما تروق. واحده واحده يا اخويا، ما انا قلت لك يا اخويا الناس دول بقى قرايبي يخصوني، وبصراحة كده قرايب جوز الله يرحمه. الله يرحمه. قول لي يالا انت وهو، انتوا اشتغلتوا تبعين قبل كده؟ طبعا طبعا يا سيدي المهندسين، امال ليه اشتغلنا؟ قول علينا اهي. اشتغلنا عربيات نص نقل وربع نقل وتمن زيتون. تمن نقل. من الاخر كده بقى يا اخويا، ما اشتغلوش قبل كده على عربيات كبيرة. خلاص انا عشان خاطر عيون المعلمه بس هرقيكم. يلا بقى انت وهو، كل واحد يروح ياخد جردل ويخش يملاه من جوه، فاهمين؟ عايز العربيه دي زي الفل. يا لهوي بالي، وطي صوتك امال عشان العيال ما يصحوش من النوم. قول لي انت ناوي على ايه؟ اول ما يدن الفجر عسافر على طول. يا راجل اقعد وسط عيالك وبلاش السفر، دي بلد بعيدة عمرك ما رحتها. اوعاك تسافر لتوه هناك وما تعرفش ترجع. اتوه هناك كيف؟ اذا كان اخويا الصغير سافر هناك يبقاني الكبير المتنور عتوه هناك. وعتسافر بايه؟ بالقطر اياك. قطر ايه يا ام مخ زينخ؟ انا عركب العربية النقل مع حافظ التباع، بيودي جزايز مية للخواجات هناك. وعتعود ماتي تلات اربع اشهر اشتغل عند عزيز بيه بلدياتي اللي كان بيشتغل عنديه حسنين الله يرحمه. وتشتغل عنده ليه؟ ما انت بتشتغل هنا. يا عبيطة، انت عتقولي للسكان في العمارة اني مسافر البلد في الصعيد عشان قضية حسنين اخوي، وانت عليك شغل العمارة مع العيال
واني اسافر عند عزيز بيه بلدياتي. اصله بيدفع فلوس كتير، اصله طيب قوي قوي لدرجة العبط. ولا ما حد عبيط الا مين يا ولي؟ الا عزيز بيه. توك فهمتي؟ يبقى انا استفيد وانت تستفيدي والعيال يستفيدوا. وارجع لكم بقرشين كويسين. لا يا عزيز باشا، حضرتك تؤمر، احنا تحت الامر والتنفيذ. ابعتهم لك الليله لو حبيت. لا لا لا، مفيش اي استعجال، الاسبوع الجاي يا حبيبي. ابعتهم الاسبوع الجاي. واخبار العمده ايه دلوقتي؟ العمده بقى خرده، ما ينفعش انك تزوره، عيان قوي، ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. حاضر حاضر يا سعاده الباشا، مع السلامه. تلفون. ياه، عزيز بيه عايز بقر ولا خرفان؟ يا سنه سوخه، عزيز بيه ده غالي عندي قوي، عايز رجاله عشان يشتغلوا عنده في السياحه. يشتغلوا في السياحه؟ بس احنا بعتنا له رجاله كتير قوي قوي قوي. ما يضرش، اصل عزيز بيه الاسواني ده عنده اكنده كبيره قوي في شرم الشيخ، ده غير المزرعه اللي جنبينا. ابا خلاص، يبقى نروح نزوره، ناخد له معانا فراخ وحمام وبط وفطير مشلتت وعسل نحل، ونزوره في شرم الشيخ. شرم الشيخ ايه يا ابو مخ تخين؟ نعمل ايه في شرم الشيخ؟ الله، نتفرج على الدنيا. بيقولوا شرم الشيخ حلوه قوي قوي قوي، لو ايه فيها سواح. ابا ما السواح عندنا كتير في الاقصر. السواح اللي في الاقصر غير السواح اللي في شرم الشيخ. ابا يعني نسيب البلد انا وانت وننزل شرم الشيخ؟ خلاص خليك انت وحنزل اني. اني بصفتي كنت صول في المباحث، لازم اعرف كل حاجه بتحصل في المديريه. انا مش عارف افهمك ازاي يا ابو مخ تقيل، وهي شرم الشيخ دي تبع المديريه بتاعتنا. تبع المديرية مش تبع المديرية، أنا لازم أروح وأعرف كل حاجة عن أهل بلدنا. أنت جاي من مصر لغاية شرم الشيخ، في حاجة؟ سمعت عنك كتير يا بيه، أخوي حسنين قال لي عنك كلام زين. قلت أجي يا بيه، يا ريتو يا ريتو كان فضل عندك وما نزلش مصر واصل. طب أنت عايز إيه دلوقتي يا محمد؟ إيه؟ عايز أشتغل عندك يا بيه. أيوة يا بيه، المعايش تقيلة والعيال كتير وانا مش جدهم، وهي كلها ارزاق يا بيه. بقولك ايه؟ ايوه، انت عرفت مين اللي قتل عم حسنين؟ البوليس عارف يا بيه، ونشر تصاورهم في الجرايد وبيدوروا عليهم. بقولك ايه يا محمد؟ ايه؟ ايوه بيه، خد المبلغ ده يا حبيبي، خليك وسط عيالك ومراتك وما تسيبهمش، وكل اول شهر هيوصلك مبلغ زي ده، ولو عوزت حاجه بكلمني. يلا حبيبي، مع السلامه. متشكرين يا بيه، ألف شكر يا بيه. يا سلام، فلوس كتير. يا سلام، قرشينات زين، وهيبعت لي زيهم كل أول شهر في المعادي. يا سلام، سعيدي صح. الله، ما توقعني، خلينا عدي اللي أنا نقولك عليه تسمعه. يا سلام، أسمع كلامك أنت؟ طبعاً، أنا الأسطى بتاعك، وأضربك كمان عشان تتعلم الصنعة. أني متعلم الصنعة أحسن من عشرة زيك. أنت مفيش قهوة بتوديها غير لما تدلقها. يا غشيم، دلق القهوة خير. غشيم؟ غشيم؟ أنت اللي غشيم وعامل زي التوج الأعمى. التوج الأعمى، نزل إيدك يا واد، نزل إيدك. أنا مش هنزل إيدي وباين عليها شلفط وشك النهاردة. شلفط مين يا جدع أنت؟ نزل إيدك بقولك، نزل. أنا مش عايز أضربها يا جدعان. تضربني؟ يا بص الجسم وبص لنفسك. أوعى أوعى يا عصفورة. يا ماشي ماشي يا سيد. ده الأستاذ مسعد الشرباجي المحامي يا معلم سلطان. أنا مسعد الشرباجي محامي بالنقض، ومعايا توكيل رسمي عن ابنك في القضية وموثق. اتفضل يا باشا. لو سمحت ما تقوليش يا باشا، عشان أنا مش لابس بنطلون قدامك. وأنا جودك، بص على التوكيل ده كده اللي يكون فيه بيع وشراء. حكم الواد بدا وابني ما بيفهمش، ما عرفش طلع لمين. وريني يا معلم. ما تقلقش يا معلم،
ده توكيل خاص بالقضية بس. اطمن يا معلم، انت في ايد امينة، ان شاء الله هدفع عن ابنك اي ضرر، هطلعه من القضية زي الشعرة من العجين. بسم الله ما شاء الله، صدق باين عليك محامي عقر زي القضاء المستعجل. يا معلم سلطان، الاستاذ مسعد محامي نقد مشهور قوي في مصر. ايوه، وانا اخصائي جرائم القتل. حلو قوي قوي قوي، حكيماني هنا وقت الجدع النجار اللي اسمه مرسي ده، ابو الواد السايع الضايع ابراهيم. ابراهيم مرسي الولد المتهم اللي هارب مع ابنك في القضيه؟ مظبوط صح. معنى كده ان الولد ده صايع وسيء السير والسلوك. لا استاذ ما تصدقش الكلام اللي انت بتقوله ده، مش مظبوط يا معلم سلطان. ابراهيم مرسي شاعر محترم ومتربي. بس انت هو اسكت خالص خرزه. ماشي يا معلم، عموما تكرم عشان خاطر ابنك صاحبنا. بينا يا استاذ. استنى بس، انا لازم اجمع معلومات يا اخي. بالطريقه دي يا معلم سلطان انت هتودي ابنك في داهيه. ايوه، ومش بعيد كمان توصله لحبل المشنقه. لا لا، المشنقه بلاش. وبعدين يا استاذ، اني كده مش مطمن. لا 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 لا، اطمن اطمن يا استاذ مرسي، انا هدفع عن ابنك اي ضرر، ان شاء الله هطلعه من القضيه دي زي الشعره من العجين. عموما يا استاذ انت سمعتك سابقاك، وانا مطمن اني كنت هنزل مصر عشان الموضوع ده. صح، واني كنت هننزل معاه. اطمن، ابنك بريء، هجيب له براءه. مش براءه وبس، لا، هجيب له تعويض 1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه ولا حمادة؟ يا اسطى حاجة ساعة للأستاذ. حاضر يا اسطى. واحنا رقبتنا سداد ونسبتك محفوظة. لا 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 لا، مش مهم الفلوس، أهم حاجة عندي إن أنا أجمع معلومات. عايز معلومات منك ومن أخوه تفيدني في القضية. ده باين عليه محامي كبير قوي يا أبو. أمال، واحنا جاهزين. أنا متشكر قوي يا عم زكي على المعلومات المفيدة اللي أنت اديتاني. اللي قلتهولك هو الحقيقة. طيب أسيبك أنا بقى دلوقتي تستريح وكمل جولتي في الشارع. أنا عايزك تخلي بالك من الولاد دول، دول ولاد حلال وفنانين زي الألماس. أنت هتقولي أنا هدفع عنهم أي ضرر، وإن شاء الله هخرجهم من حبل المشنقة. بلا بلا، خلاص أنا خلاص زهقت منك، مش طايقك، مش عايز أشوف وشك في المكتب، فاهم؟ اوعى اشوفك في المكتب. ما تقتلني يا مصيبة. معلش يا فندم، معلش يا فندم، عشان خاطري ادي له فرصة أخيرة، فرصة أخيرة واحدة بس يا فندم. أنا أؤكد لسيادتك. تأكد 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 لي إيه؟ كل شوية فلوس فلوس فلوس، أجيب لكم فلوس من إيه؟ يا فندم أنت عارف إن الموضوع ده بيعوز المصاريف الكتير. آه بقى، ولسه بقى المكافأة بتاعتي بقى بعد ما الموضوع ده يتم. ليه مكافأة؟ ما تنساش يا فندم. وأنا عايز سعادتك تطمن. أطمن أطمن يا عفت. يا فندم لو في بطن أمه هجيبه. عفت، أنا ما بخش من غير كلام 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 يا عفت. يا فندم يا فندم، أنا قلت لك قبل كده ركز معايا، عفت ده رجل المهام الصعبة كده يا فندم كده. أيوة، ولو في بطن الحوت يا فندم هجيبه من بطن الحوت. قول له يا عفت، قول له الفريق التاني وصل لإيه؟ قول له. الفريق التاني يا فندم متفاني في عمله، بيشتغل ليل نهار يا فندم، ليل نهار. المهم وصلتوا الحاجة؟ حاجات كتير قوي يا فندم، حاجات كتير اكتر ما تتصور يا فندم، اكتر ما تتصور. وعلى فكرة يا فندم، باقي نقطتين ويوصلوا للقاتل الحقيقي ويقبضوا على الاولاد. باقي نقطتين يعني كل اللي فات ده في نقطة واحدة؟ اجري يا عفة. بلا اجري يا عفة. تعالوا انتوا، ايه الحكاية؟ في حد موثقوا عليا؟ انتوا عايزين تموتوني؟ ايوه حبيبي. لا متشكرة. لا احنا جاهزين يا باشا، والله جاهزين. خلاص مستني منك تليفون الاسبوع الجاي. مع السلامة حبيبي. متشكر. وليد تستقبل سالي في المطار. هي توصل امتى سعادتك؟ بعد الفجر. سعادتك مش شايف ان كتير عليها قوي ان انا اروح استقبلها بنفسي؟ وليد احنا اتفقنا يا حبيبي، وفهمتك قبل كده هتعمل ايه. اصحى. تحت امرك يا باشا. وعايزك توضب لي ترابيزه بالليل لدينا وامها. عزيز باشا، تعيش وتحتفل. لا 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 لا، ايه ده ايه ده،
يعني نفسك مفتوحة أوي للأكل يا أست معاور. الحمد لله، مش اطمنت على بنتي؟ طمنت على بنتك وهي مع الصايع الضايع اللي اسمه إبراهيم. بقول لك إيه، أنت مالكش دعوة بجوز بنتي. وشوف بقى يا معلم، أنا هخرج بكرة الصبح وراك بإذن الله. تخرجي تروحي في إيه؟ هنزوروا جماعة جيراننا بعافية شوية. طيب بدل ما تخرجي، اقعد عيطت على ابنك بدوي. بقول لك ايه يا معلم، انا عايز اخد لهم زياره من عندك كده، شويه فاكهه وخضار. ادي اللي انت فالحه فيه، فنجريه قوي. تحد مسلطك عليا ولا ايه؟ ما تبقاش بخيل يا سلطان. بخيل ده ايه؟ وانا اللي بعمله ده كله عشان خاطر مين؟ ما هو عشانك انت والولاد. وهم فين الولاد؟ اولي ما تفكرنيش، ما تفكرنيش، احسن نجيب كرشك بسكينه الموز. وتجيب كرشي ليه؟ مش انت السبب؟ السبب في ايه؟ السبب في هروب العيال هما الاتنين. بكره يرجعوا لنا بالسلامه، دول تربيتي وعمرهم ما يغلطوا ابدا. ماشي، وما يرجعوا هنجيب كرشك بسكينه الموز قدامهم عشان يتيأسوا. حاضر يا باشا، لا تحت امرك يا فندم. تاكد ان شاء الله هنقبض عليهم. ايه، نرجع اسكندريه تاني؟ لا ابدا يا فندم. حاضر، تحت امرك، مع السلامه. خير يا صلاح بيه، شكل سعادتك كده بيقول ان في حاجه جديده حصلت. ايوه يا سيدي، سياده اللواء عايزنا نرجع اسكندريه تاني. يا صلاح بيه، احنا قلبنا اسكندريه كلها. ايوه، بس بيقولوا منافذ اسكندريه كلها مقفوله، واكيد انهم لسه جوه اسكندريه. انا بتهيألي انهم خرجوا من اسكندريه يا سعادتك. بس هيكونوا راحوا فين؟ احنا عاملين زي ما نكون بندور على سمك في قلب ميه، بس لازم نصطادهم. عموما سعادتك، احنا لازم ننفذ التعليمات ونعيد البحث في اسكندريه تاني لعل وعسى. يا سيدي، يعني هناخد لنا كمان اسبوع تقريبا يا فندم. المهم ان احنا نقبض على العيال دي وباي شكل. ان شاء الله هيحصل سعادتك. قول يا مجدي، ايه الجديد في الخط التاني؟ للاسف الشديد لحد دلوقتي مفيش اي حاجه يا فندم. معقول يا اخي؟ العيال دي تعبتني جدا، وهروبهم ده بياكد شك فيهم. يا فندم احنا ضيقنا عليهم الخناق جدا. اخبار المخرج جلال ابو المجد ايه؟ لسه بيدور عليهم لحد دلوقتي يا فندم. يا اخي الراجل ده غريب جدا يا فندم. هو متاكد انهم فنانين ومتاكد انهم لا يمكن يقتلوا. المهم يا مجدي، عفت ورجالته لازم يفضلوا تحت عينيكم حتى لو كانوا بيساعدونا.